ينضم إلينا من الرياض الأستاذ محمد عمر المحلل الاقتصادي. أستاذ محمد، ذروة الصراع الاستثماري ربما بين الولايات المتحدة والصين نراه الآن في عدم تمكين الولايات المتحدة الصين من الحصول على كمياتها الكافية من الرقائق الإلكترونية. إذا هذه الذروة لها ما بعدها من ذرة أخرى تعتقد؟ طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. خلينا نقول ان الموضوع تاريخي. الحرب التجارية بين الصين او بين امريكا والصين هي ليست وليدة اللحظة وليست وليدة الايام الماضية، هي منذ ان ظهر التنين الصيني على السطح من بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وعادة تكوين القوى العظمى التجارية بشكل عام، وظهرت الصين بقوتها وشركتها التقنية وشركتها العقارية وشركتها في كافة المجالات، وتبدأت فعلا أرق كبير جدا للمعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. من هنا بدأت المناوشات التجارية، ولكن ما زالت في المصالح الأمريكية الصينية موجودة وسوف تكون متواجدة بحكم أن ده اقتصاد عالمي بشكل عام، ليس اقتصاد فقط صيني أو أمريكي. هذه المناوشات التجارية دعت أمريكا إلى إعادة النظر في الاقتصاد بشكل عام أو وضعها الاقتصادي. معلوم للجميع أن الصين ستقود العالم من ناحية اقتصادية خلال السنوات القادمة، وأن الشركات الصينية أصبحت الآن لها سمعة كبيرة ودخلت في قطاعات عديدة كانت حكرة على القطاع الأوروبي بشكل عام. مصانع أمريكية كبيرة الآن كانت متواجدة في الصين خلال السنوات الماضية، وأبان حكم الرئيس ترامب بدأت تخرج من أو تخرج من السوق الصيني بحكم المزاعم الأمن القومي والأمن القومي الأمريكي بشكل عام. فالأمور في الصين مختلفة تماما عن الأمور في أمريكا. الصين الآن تستعد لتقود العالم من ناحية اقتصادية. أمريكا تعلم تعي تماما قيمة الصين من ناحية المعسكر الشرقي، تعي تماما أن الصين ليست وحدها في المعسكر الشرقي، نحن لدينا الآن الهند أيضا أصبحت عنصر أساسي، وأيضا لدينا أكيد زي ما يقولوا المنافس أو المنافس الآخر دائما هو روسيا، الموجود دائما مطروح في كل العصور من أيام الاتحاد السوفيتي. فنحن الآن أمام معسكر غربي، تعيش دول أوروبا الآن حالة من الضعف على مستويات كبيرة جدا بحكم الحرب الأوكرانية وما سببته الأزمة من أزمات ثلاثة الإمداد والأخ من أزمات عقب كوفيد 19 والحرب الأوكرانية الروسية. الآن المعسكر الشرقي يعيش في عصر كبير وازدهار كبير على مستوى الشركات الهندية والشركات الصينية، وأيضا التواجد الروسي الذي يتحكم الآن في الإمدادات الغاز وإمدادات الطاقة بشكل عام إلى أوروبا. فالآن المشهد أمامنا أن المعسكر الغربي معسكر شبه ضعيف بقيادة الولايات المتحدة، المعسكر الشرقي شبه قوي ويتملك الآن النفوذ القوي ليكون يقود العالم. هذا سوف يجعلنا أن نجلس نرى الخريطة الاقتصادية القادمة ونعي تماما أن المشهد الاقتصادي سوف يتغير خلال السنوات القادمة، وأن الصين والمعسكر الشرقي سوف يقود الاقتصاد العالمي خلال المراحل القادمة. وهذا تعي تماما أو تعي تماما الدول الأوروبية وأيضا أمريكا، فيجب على أمريكا الآن اتخاذ إجراءات في سبيل المفاوضات مع الصينيين أو مع الجانب المعسكر الشرقي بشكل عام لإعادة التهدئة داخل داخل الاقتصاد أو المجتمع الدولي بشكل عام، حتى لا تتأثر الاقتصادات الناشئة والدول النامية بشكل عام. أستاذ محمد، الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والصين يميل بشدة ناحية بكين بنحو 400 مليار دولار. هل تعتقد أن الإجراءات الأمريكية الآن يعني تستهدف ربما تعديل هذا الميزان التجاري المعوج بشدة ناحية الصين، أم أنه في إطار ربما التنافس الاقتصادي الكبير على المركز الأول؟ زي ما قلنا، بدأت المحاولات الأولى لإعادة الاقتصاد الأمريكي إلى موضعه، وبدأ الحس التخوف من الشركات الصينية أبان حكم الرئيس ترامب. ترامب أول من دعا إلى مقاطعة بعض الشركات الصينية ودعا أيضا إلى قوة بعض الشركات الأمريكية. فالأمور الآن أن على الإدارة الحالية للولايات المتحدة تقرأ المعيار أو تقرأ المشهد بشكل عام. الآن ما هو البديل في ظل التضخم الذي يعيش فيه؟
دعي تماما الاقتصاد الصيني هو اقتصاد شيوعي قائم على العمالة وحجم العمالة المتوفر، نعي تماما أن نفس الأفكار الاقتصادية المتواجدة في المعسكر الشرقي بشكل كبير، نعي تماما أن في قلة رأس مال أو قلة رأس مال عامل أو أنا آسف رأس بشري، رأس مال بشري في الدول الأوروبية. فالآن الشركات تلجأ إلى الأسواق الشرقية أو الأسواق الصينية والأسواق الهندية للبحث عن بديل في ظل ارتفاع مستويات الأجور في الدول في أمريكا ومستويات الأجور في الدول الأوروبية. فالمشهد الآن يجب أن يتم إعادة صياغته من جديد. الآن أمريكا تعي تماما حجم وقدرة المعسكر الشرقي، تعي تماما أن في عجز عندها في عملية بعض الأمور الأخرى في التصنيع والأخذ وخروج كثير من الشركات الأمريكية إلى التصنيع خارج الحدود الأمريكية بحكم التكلفة، بحكم الأيدي العاملة، بحكم الأسواق التي تربطها أو الأسواق البعيدة عن الولايات المتحدة الأمريكية. فالمشهد الآن سوف ترى أن أمريكا تتجه إلى تحاول إعادة المشهد الاقتصادي، ولكن على أرض الواقع نعي تماما ان المعسكر الشرقي هو المعسكر الذي، لكن هناك استاذ محمد ربما اثمان ربما يجب ان تدفع، يعني حجم الاستثمارات الصينيه الامريكيه تخلق حوالي 900 الف فرصه عمل داخل الولايات المتحده، الاستثمارات الصينيه وحدها توظف حوالي 190 الف امريكي داخل الولايات المتحده، فبالتالي هل الولايات المتحده مستعده لدفع ثمن عدم حصول على هؤلاء على هذه الفرص من العمل ربما التي كانت مستقرة لسنوات؟ قولا واحدا لا طبعا، امريكا تعي تماما ان اي رئيس او اي دوله امريكيه هو مؤشر البطاله ومؤشر الوظائف، هو احد المؤشرات الاساسيه التي تقوم عليها او يتم تقييم الاداره. فعندما ياخذ اي قرار في اي دوله امريكيه بخفض او انهاء الاستثمارات الاجنبيه خصوصا الصينيه، هذا القرار طبعا يعني هيكون قرار يعني ذو اثار على الارض بشكل كبير، ذو اثر على المجتمع الامريكي وعلى الوظائف الامريكيه بشكل كبير. خلينا نقول ان في الان حل بديل للشركات الامريكيه هو اللجوء الى منطقه الشرق الاوسط، وان تكون منطقه الشرق الاوسط تحديدا المنطقه الخليجيه هي حلقه الوصل ما بين الشركات الامريكيه والموردين او الخامات التي تاتي من الصين. على سبيل المثال لوتيد الان فتحت مصنعها، خرجت من امريكا فتحت مصنعها في المملكه العربيه السعوديه بحكم عشان تكون مسيطره او تكون متواجده من قرب من الصين ومن قرب من الاسواق الشرقيه عشان ازمه الامدادات الخاصه بالوقائق والاخو من تصنيع السيارات الكهربائيه. فالان في حل وسط ان اللجوء الى منطقه الشرق الاوسط، تحديدا اللجوء الى منطقه الخليج كمنطقه زي ما بيقولوا لها تعاون مع المعسكر الغربي ولها تعاون مع المعسكر الشرقي بشكل كبير خلال الفترات الماضيه. تستطيع هذه المنطقة أن تكون الآن هي مرتكز أساسي للالتقاء ما بين الشركات الأمريكية وبين الشركات المعسكر الغربي، وتنطلق نحو إعادة إنعاش الأسواق الناشئة سواء كانت الأسواق في أوروبا أم الأسواق في أفريقيا أو حتى الأسواق الموجودة في أشكرك جزيلا الشكر ضيفنا من الرياض المحلل الاقتصادي الأستاذ محمد عمر، شكرا جزيلا على وجودك معنا.